طبعا مشروع الطاقة النظيفة أو مشروع آبار النفع العام ل 69 بئر، هذا مشروع تبنته ديوان محافظة نينوى، والدائرة المستفيدة هي دائرة الماء كأول مشروع لطاقة نظيفة على مستوى محافظة نينوى. يتكون من 69 بئر، قدرة المشروع 15 كيفي ل 20 حصان للبئر للغطاس. هذا المشروع خرجنا من نطاق المشاريع خلينا نقول المشاريع التقليديه، ودخلنا عصر الطاقه النظيفه بهذه المشاريع. طبعا نتيجه لعدم توفر الكهرباء الوطنيه لساعات النهار، هذا المشروع راح يغذي القريه بالماء طيل فتره النهار نتيجه لتوفر الكهرباء من خلال هذه الخلايا. تم إنجاز من قبل الشركة منظومتين الطاقة الشمسية لغرض تشغيل آبار النفع العام. ميزات هذه المنظومة: منظومة تعمل على الطاقة النظيفة، على الطاقة الشمسية بدون يعني طاقة نظيفة، طاقة صديقة للبيئة. سيتم من خلال هذه المنظومة أو من خلال الكهرباء المنتج بهذه الطريقة تشغيل آبار النفع العام وإرواء المنطقة بمياه عن طريق الكهرباء المتولدة عن طريق هذه المنظومات. الهدف من هذا المشروع أن تجهيز القرية بمياه عن طريق المنظومات الحالية، وهذه المنظومات هي يعني بداية أو نبذة عن مشروع متبنيته الحكومة العراقية ومحافظة نينوى أنه تولد الكهرباء عن طاقة نظيفة.